مع تراجع صناعة القوارب الشراعية التقليدية وتقلص استعمالها في عمليات الصيد البحري، تستضيف تونس مهرجانا بحريا متنقلا بين دول البحر الأبيض المتوسط، يعد الأول من نوعه، حيث يشارك فيه عدد من هواة السباقات البحرية بهدف الترويج للسياحة التونسية وتعريف الجمهور بخصائص هذه القوارب الخشبية، والتي كانت قديما تستعمل في الصيد، وهي من التراث البحري المتوارث بين التونسيين. تونس ريجاتا هي في دورتها الأولى سباق للقوارب الشراعية. القوارب هذه هي معروفة في على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، قوارب تقليدية معروفة كان على ضفاف البحر نتاعنا بين فرنسا بين إيطاليا بين مالطا بين تركيا بين تونس ومصر. الهدف نتاعنا هو بطبيعة الحال تنمية صناعة الحرفة هذه اللي مفقودة على 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 ضفي البحر المتوسط كما قلت. هذا معناتها فيه جانب معناتها من النهوض بالتراث البحري اللي هو معناها كما تعرف الفليك هذوما صغار اللي بالشراق قبل كانوا يستعملوهم، ما عادش تم برشا عباد تصطاد بيهم، ولا قعدوا ثلاثه اربع صياده معناتها في جربه ومستير ولا اكثر شويه معناتها هما اللي يخدموا به. دونك فكره معناتها تظاهره كما هذه تنجم تعطي فكره على الفليك هذوما اللي كانوا الناس كل تستعمل فيهم قبل. وتعتمد هذه القوارب التي يتراوح طولها بين 4 و7 أمتار على شراع واحد، حيث تم جلبها من بعض الموانئ التقليديه، وقام السباق على تقييم القدره على توجيه القارب وضبط سرعته وموازنته في مواجهه الرياح والامواج والقدره على التحكم في اتجاه الشراع. ويهدف هذا السباق البحري إلى استقطاب المهنيين والرياضيين المهتمين بالشأن البحري من دول البحر الأبيض المتوسط. ويسعى القائمون على هذه التظاهرة الرياضية والثقافية إلى أن تصبح سباقات القوارب بتونس مهرجانا محليا سنويا يستقطب المتسابقين والسياح من مختلف دول العالم. لأول مرة تشهد تونس سباق القوارب الشراعية، تظاهرة تعد سباقة ونوعية، وهي تهدف للتعريف بالتراث البحري للتونسيين والمحافظة على مهنة صناعة القوارب الخشبية الشراعية المتوارثة عبر الأجيال. نجلاء بوخريس، الغد، تونس.